المؤشرات إذا مشينا يعني على مستوى المؤشرات كنلقاو أن مجموعة المؤشرات لا اقتصادية ولا اجتماعية لا تبشر بأي خير، ولا نحتاج لإحصائيات ولا نحتاج لدراسات ولا نحتاج يعني لأبحاث. نعم، يكفي أن تمشي الشارع الأكاديري والشارع الجهوي بشكل عام وتسول الساكنة وتسول المواطنات والمواطنين، تقول لهم الله يخليكم في هذه السنوات الأخيرة واش كيبان لكم في الواقع تغير. أنه كين تغير. كين هناك تغيير، واش تحسنت الظروف ديال العيش ديالكم، واش نقصت البطالة عندنا، لا، واش تزادوا عدد المقاولات، طبعا لا، واش تحسن عندنا التمدرس، لا، الصحة، واش المستشفيات عندنا كأحسن من ما كانت عليه، لا. يعني احنا في وضع يعني وصلنا وضع المأزق، في مأزق حقيقي بجهة سوسبلاس، وهذه تراكمات يعني لشهور وسنوات، رغم أقول رغم مجموعة الجهود التي قام بها بعض الفاعلين، لا كمنتخبين ولا كإداريين ولا ك يعني يعني الوزارات أو الإدارات لا مركزة بالجهة. نعم، وهناك كيوضع واحد السؤال، كان وضع واحد السؤال حول الدور ديال جميع المتدخلين في هذه المعادلة ديال التنمية اللي الجميع يتحدث عنها، لأن ملي كنهضروا على التنمية إلا وكنتحدثوا على السياحة ونتحدثوا على البيئة ونتحدثوا على العمران ونتحدثوا على البنية التحتية وكذا، وهذا الشيء بلا ملموس. يعني وسائل التواصل الاجتماعي اليوم كتعطيك فاعلين في المجتمع المدني اللي يوميا كيخرجوا كيتواصلوا وكيبينوا الرأي العام على أنه واحد المجموعة الاختلالات واحد المجموعة ديال لأن كل شيء ما راضيش على الوضع، على الوضع، وهذا نعم. شيء يحز فينا، لأن ما نسوش أننا كلنا مسؤولون على الصورة التي يجب أن نسوقها لجاتتنا. أكيد أن هذاك السائح اللي غادي يجي من مدينة أخرى ولا من المغرب ولا من خارج المغرب وسمع هذاك الشيء على أكادير وعلى كذا، راه كيأثر هذا الشيء، شيء ما خصوش يبقى يعني كيدوز بهذه الطريقة بشكل يعني عادي. هذا كيأثر على الجاذبية ديال المدينة، على الجاذبية ديال الجهة، على الجاذبية ديال الإقليم، وخصنا ضروري الجميع يعني تضافر جميع الجهود من أجل يعني نتجاوزوا هذه المرحلة، يعني وصلنا لها مرحلة جد خطيرة. طيب، لأن من بعد منها غادي يولي اليأس، لو ديزيسبار. إذا وصلنا اليأس الناس هذيك الساعة اللي كيتفقد الأمل، ما تتبقاش ديك الساعة السيطرة على الوضع. إذا نحن في مأزق في جهة سوسمسة، يجب أن يعني نقص الخطر، نقص الخطر، ماشي غندقوا، راه حنا دابا غادي نحيط وكندقوا نقص الخطر وغادي نحيط. إذا هذا غير السؤال الوضع الحقيقي ديال الجهة.